المنتدى حوالي شهر او شهر ونص، قالوا لي ان انت هتبقى مشارك معانا في المنتدى. انا ما قدمتش ولا اي حاجه، هما اللي كلموني قلت لهم ماشي مفيش مشكله. وبعديها تقريبا تاني يوم قالوا لي انت هتتكرم من الرئيس، مش هتبقى مشارك بس في المنتدى. فقلت اكيد يعني حاجه كويسه جدا جدا.